كابتن حازم، هل اصبحت هناك ثقه ما بين الجماهير نادي الزمالك وكارتيرون، وايضا بين اللاعبين وبين كارتيرون، رجل تفوق على الترجي وتفوق على الاهلي في السوبر وتفوق عليه في الدوري، اصبحت هناك ثقه كبيره بين الاثنين؟ طبعا اكيد، يعني النتائج مهمه جدا للعلاقه بين المدرب والجمهور، ولما تكسب الاهلي مرتين وتكسب السوبر مع الترجي ثلاثه، اكيد ده يعني بتعمل عقد مع الجمهور بتاعك ان خلاص يعني انت عملت حاجه مهمه وصعبه. تكسب الاهلي في اخر مرتين تلعبهم يعني كمواجهات مباشره، مره بلنتيات بس كسبت في الاخر، ومره امبارح والاول يعني الاسبوع اللي فات، اكيد حاجه مهمه جدا ان دايما ماتشات الزمالك والاهلي ليها حسابات خاصه، وليها دايما يعني ليها حتى يقول لك كم ماتش كسب وكم ماتش، ليها حساباتها الخاصه جدا. فلما تعملها بمدرب واحد يعمل كده في فتره قليله، في اقل من سنه، ويكسب السوبر على فرقه الترجي اللي واخده بطوله افريقيا مرتين ورا بعض وتطلعهم بره، ويعني وتاخد السوبر منهم، وانت بطل الكونفدراليه مش بطل الابطال، يعني دي برضو حاجه مهمه جدا. يعني فمع الدوري اللي هو جاي في نص الدور الاول، ابتدى يشتغل على الدوري بشكل كويس، ابتدى يرجع تاني. يمكن الزمالك مع ميتشو ضيع نقط كتير قوي، تعادلات، بيعرف يلعب المباريات اللي يلعب مباراة زي ما انت تكسب ولا تلعب، بيعرف يلعب الماتشات اللي هي اروح اجيب ماتش وامشي يعملها حلو. يعني بيعرف يظبط يومه او يظبط الاسبوع ده، انا هاخد الماتش ده ازاي، وبيعملها كويس جدا. يعني ماتش الترجي، يعني على فكره كان في ممكن ناس كتير قوي ماتش الترجي وانت رايح تلعب الترجي بيقول لك الترجي هيكسب والماتش صعب جدا على الزمالك، حتى الزمالكيه كتير يقول لك ماتش صعب. يعني حتى ماتش مباراه العوده، ماتش مباراه العوده ما كنتش متفوق فيها كزمالك، ما كنتش متفوق على الترجي، بس لا كان على السوبر قبل بطوله الدوري، يعني كان على السوبر كمان اول هيك اول مواجهه ليك مع الترجي اللي هو كان بطل افريقيا السنه اللي قبليها. فانت رايح الماتش ناس كتير قوي شايفه يعني ربنا يستر، عملت ماتش عالمي وجبت وكسبت وعملت ماتش كويس جدا، وكنت الاخطر دايما طول الماتش. صحيح. جيت لعبت الترجي تاني رايح جاي، هنا كسبت، هناك دخل في جون بعد 5 دقائق و85 دقيقه، انت بتدافع كويس جدا، يعني سيناريو مختلف عن المعتاد. لو دخل في الجون بدري لعيبه كنا بنشوفها بتفك. صحيح. خلاص التنشنه جت، لا عادي جدا 5 دقائق وبتلعب 90 دقيقه مفيش ولا هجمه، تقريبا 90 دقيقه بعد الجون مفيش ولا هجمه، الراجل قافل صح جدا. فبصراحه كارتون عنده الذكاء ان هو يروح يجيب الماتش الصعب، يلعب على الماتش اللي هو فيه تصيد، فيها هصعد، بيعملها كويس جدا. فبيعرف يختار لعيبته، ولعيبته بتنفذ اللي هو بيقوله، دي حاجه مهمه جدا ان اللعيبه تكون بتنفذ اللي في دماغ المدرب. السيناريو احنا كلنا بقينا عارفينه، يعني ماتش الزمالك والاهلي اللي فات زيزو معروف دوره، اشرف بن شرقي كله بينفذ اللي هو بيتكلم عليه كارترون، وتبديلاته برده ماشيه كويس، ينزل لعيب صغير يجيب جون، يعني الحمد لله تحس ايه العجله ماشيه والدنيا ماشيه الحمد لله. حلو الحمد لله.